رياض إبراهيمي رحالة جزائري، وجهته المفضلة كانت قارة آسيا. زار العديد من دول القارة على غرار بنغلاديش، كمبوديا، بورما، الهند. رحلته الاستكشافية كانت مليئة بالمغامرات واستمرت لمدة 13 شهرا، وثق بهاتفه عديد الثقافات والتقاليد المتنوعة. أبرز محطاته كانت مع مسلمي آسيا. الرحالة الجزائري تمكن من الوصول إلى قرى معزولة عن العالم. قرى اللهنة المعزولة في بورما. أبركم نشفرها كنت صغير، كنت مع العائلة الكريمة نتفرجوا في ناسيونال جيوغرافيك جزيرة وثائقية حول القرى هذو المعزولة، وكنت نقول يجي النهار وين نروح نكتشفهم. الحمد لله بالتوفيق من الله راني في أحد القرى المعزولة اللهنة في بورما. مش مأمن، شوفوا لنا هذا المكان اللي ما لباليش، يعني جيت وحدي كما قلت لكم دخلت هذه القرية باش لقيت هذا السيد اللي راهو جاي. ما لباليش دوكا واش راح يورينا. ديز جابان؟ يا جابان. اوكي. اخطر رحلة خاضها كانت الى بورما بسبب الاوضاع الصعبة هناك. عاد ابراهيم الى الجزائر بعد تحقيق حلمه حاملا معه تجربة تستحق الإشادة والثناء. وأنتم هل تطمحون للخوض في تجربة استكشافية مماثلة؟